شوفوا الست ماسكلنا في عدد زمان. العقل اللي بيحرك الإنسان، العقل اللي بيحرك الإنسان. ماما قالت له مال عددنا هي اللي بتحفظ عفتنا. ماما قالت له مال عددنا هي اللي بتحفظ عفتنا. بابا قال لو يوم البنت مشيت علشان تعمل غلطة، بابا قال لو يوم البنت مشيت علشان تعمل غلطة تفتكري هيرجعها الختان، تفتكري هيرجعها الختان. العقل اللي بيحرك الإنسان، العقل اللي بيحرك الإنسان. أمي فكرت في السؤال أما بابا بص وقال، أمي سرحت في السؤال أما بابا بص وقال، اسمعي مني يا بنتي وابتسم لي فجأة وقال، يا حبيبتي هي جملة احفظيها طول حياتك، يا حبيبتي هي جملة احفظيها طول حياتك. العقل اللي بيحرك الإنسان، العقل اللي بيحرك الإنسان. العقل اللي بيحرك الإنسان، العقل اللي بيحرك الإنسان.